يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن الأرض ثابتة وأن الشمس تدور حولها، ما دليله على ذلك؟ يا أخي القرآن سبحان الله، ما دليله على ذلك؟ القرآن يدل على أن الشمس تسير على الأرض. قول إبراهيم عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها تجري. تقول وش دليل من القرآن؟ إلا وش دليل اللي يقول إن الأرض تمشي وأن الشمس ثابتة؟ ما وش دليله على هذا؟ نعم.